باشرت مديرية الأمن العام تعزيز إجراءاتها الرقابية والميدانية على تداول وحمل واستخدام الأسلحة النارية من خلال تكثيف جهود وحداتها الشرطية المختصة على ضوء توجيهات وزير الداخلية سلام حماد بالضرب بيد من حديد على مستخدمي الأسلحة النارية بصورة مخالفة للقانون. مديرية الأمن العام قررت تحميل العريس ووالده مسؤولية إطلاق العيارات النارية ضمن إجراءات حازمة واضحة في حال تم إطلاق عيارات نارية داخل تلك الأفراح والمناسبات. سيتحمل أصحاب الفرح المسؤولية القانونية عن تلك الأفعال. مواطنون أثنوا على إجراءات وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام مطالبين بتنفيذها على الجميع دون محاباة للقضاء على هذه الظاهرة التي باتت تهدد الأمن المجتمعي. أنا بأيد كل الإجراءات اللي بتقوم بها مديرية الأمن العام بخصوص منع إطلاق العيارات النارية في الأفراح، وخاصة في هذه الظروف اللي بتمر بها البلد، لأنه يعني ظاهرة ما إلها لزوم ولا إلها داعي. بكفينا اللي صار بينا، وبأيد وبشد على أيدهم وأي إجراء يقوموا فيه حتى نتخلص أو نقضي على هذه الظاهرة. اللي بترجاه من مواطننا المحترم الكريم أنه يتفهم أي تعليمات أو أنظمة أو قوانين تصدر من جهاتنا الرسمية، ويجب أن يكون عنده ثقة بهذه الجهة اللي بتصدر التعليمات، وبالتالي هو المستفيد من هذه التعليمات والقوانين. وإذا شددت هذه القوانين فهي لمصلحة المواطن بالنهاية، مش لمصلحة صاحب القرار. صاحب القرار بده الأمن والسلامة، بده أمن وأرواح الناس تكون دائما بأمان، بده الناس تكون دائما بأمان قاعدين بدورهم، ما يتضرروا لا بأرواحهم ولا بأموالهم. وبالتالي هذا المسؤول اللي بيصدر هذا القرار هو كمان مؤتمن على أرواح وممتلكات الناس. يصير بإطلاق عيارات نارية المفروض أنا مؤيد العريس يحبس. ليش؟ لأن أنا هذاك اليوم حضرت فرح، يعني الموجودين كلياتهم بدهم يروحوا يروحوا، بطل يعني واحد يقدر يخاف على حاله وسلامتكم. أنا بأيد هذا القرار. فكرة إطلاق العيارات النارية هي ظاهرة غير حضارية، وظاهرة تؤدي إلى المساس بأرواح المواطنين واللي جايين يهنوا أهل العريس والعريس ويشاركون بأفراحهم، بتنقلب إلى مصيبة في كثير من الأحيان. وإن تجارب كثير، يعني في كثير من المناسبات اللي صار فيها حالات وفيات أو إصابات، وفي حالات أخرى نفس العريس أصيب وقتل بدل ما يتزوج بطلق ناري طائش من شخص هو حقيقة جاي يشاركه بفرحته، لكن هذا الطيش أدى إلى إصابات في الأرواح ونتائج سلبية جدا. والله أنا بعتقد أنه المطلق العيارات النارية هو المفروض أنه ينسجن، وبالنسبة للعريس مش أنه ينسجن، يعني تكون عقوبة أخف، بحيث أنه يعني إجراءات أنه توقيف لمدة ساعة ساعتين عريس، يعني عرفت عليه كيف. أما المطلق العيارات النارية أنا أعتقد أنه لازم 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 يعني أنه ينسجن، ويكون في عقوبة رادعة لغيره، لأنه الحوادث اللي عمالها بتصير من نتيجة إطلاق العيارات النارية في الأعراس أصبحت يعني هي عادي، شايف، وأصبحت يعني زي ما تحكي كأنه أمر مفروغ منه في الأعراس. يعني مبدئيا يعني أنا بعتبر اللي بيطلق العيارات النارية بالأعراس هو زي مجرم، يعني لأنه بقتل ناس، وممكن يؤدي إلى شلل شخص، ممكن يؤدي إلى يعني أقول لك إنهاء عائلة كاملة بكون رب العائلة. أنا بقول اللي لازم يصير يعني صاحب اللي بيقيم الحفلة أو الوليمة أو ليش زي هيك يكون عنده ينبه على الموجودين إنه إحنا ما بدنا أطلاق عيارات نارية، ومش غلط إنه هو يكلف ناس من الحفلة أو بخصوه إنك أنت تراقب الوضع، لأنه إله ضلع فيه. حتى اللي بيقيم الحفلة بيعرف مين اللي جاي عنده، مين اللي بده يستعمل عيارات، عارف الناس شي هي. بعد قرار مديرية الأمن العام بإيقاف العريس في حال تم إطلاق العيارات النارية في فرحه، هل ستكون هذه الوسيلة رادعة لهذه الظاهرة التي أصبحت تهدد الأمن المجتمعي وأصبحت وسيلة لقلب الأفراح إلى أتراح وتوشيح البيوت بالسواد؟ محمد الفايز، الحقيقة الدولية.